متبادلة في الأخير خطيرة للأهلي، خطيرة لأن في أربعة من لاعبي الأهلي لعبت صح، وانفراد وتسديد وجول. جول أهلاوي في مرمى الهلال. الويس خيمينيز التشيلي لعبت صح ووصلت صح إلى الويس خيمينيز اللي يتقدم ويسجل أول أهداف المباراة لمصلحة الأهلي. كل شيء صح. قبل شوية أقول وين التسليم الصح؟ أمامك التسليم الصح، التسليم السلس والجميل اللي يساهم في صناعة الأهداف. بنت شوف 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 ولاحظ أمامك، لاحظ أمامك وين التسليم. هذا هو التسليم، هنا الاستقبال والتقدم مباشرة بهذا الشكل من لويس خيمينيز اللي يتقدم الآن ويسجل أول أهداف المباراة بهذا الشكل الممتاز. البرازيلي سياو صنع الهدف لأنه حولها مباشرة إلى لويس خيمينيز، وخيمينيز يتمكن الأهلي من الفوز على الهلال. لو حدث ذلك فسوف تكون المرة الأولى. محاولة لو عطى جول، لو عطى جول، لو عطى جول، 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 جول ثاني لأهلي دبي. أهلي دبي في الرياض يسجل الهدف الثاني. صارت 2-0. ليش؟ لأن اللاعبين أصحاب الحلول والإمكانيات العالية وحسن التصرف أمام المرمى. أمامك الآن أولا لويس خيمينيز، واللقطة لعبة سلسة جميلة جدا الحقيقة، يعني سواء بالهدف الأول أو بالهدف الثاني اللي يحدث أمامك الآن. ليش؟ لأن التعامل جميل وسلس، والوصول وعدم الاستعجال وتسليم الكرة بشكل جميل جدا. شوف 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 ليش الجول الثاني؟ ليش الجول الثاني أمامك؟ شوف اللعبة خلاص قشرها لويس خيمينيز، قشر الكرة، سجل هدف وصنع الهدف الثاني. وبالتالي شوف 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 حسن التصرف أمامك الآن. يوم شاف زميله مندفع ومتقدم وما أمامه إلا المرمى، خلاص المرمى أصبح مكشوف، يتقدم مباشرة. إجرافيت البرازيلي ويسجل الهدف الثاني. هم اصحاب اللي التبديل الهلالي الاول، بينما الضربه الركنيه اللي تلعب جول. جول الزعيم يظهر الان الشمراني، يظهر ناصر الشمراني ويقلص الفارق لمصلحه الهلال. قبل قليل هدف اهلاوي، الان ناصر الشمراني الراسيه، وبالتالي تنعش المدرجات، تطرب المدرجات، وفي رغبه كبيره من ناصر الشمراني والقحطاني بالعوده الى اجواء المباراه، وبالتالي يعود الهلال في الوقت المناسب لاننا امام 81 ضربه ركنيه لمصلحه الهلال. انلعبت امام مرمى الاهلي في الأخير، التحول إلى خارج أرضية الملعب. الفرق العربية الثلاثة الحاضرة في هذه المجموعة مع سبهان الإيراني القطري، والكرة جول. جول الشمراني كمان وكمان مرة أخرى، وناصر الشمراني والرأسية مباشرة في مرمى الأهلي، وبالتالي صير 2-2. الشمراني ولع المدرجات، الشمراني رفع الغتر والعقل، وبالتالي الشمراني الآن أمامك مرة أخرى. رأسية الشمراني يتعادل فيها للهلال، على أساس أن الوقت المتبقي من المباراة راح يبحث أكيد الفريق. شوف 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 ولاحظ معي الكرة ما تحولت أولا الرأسية وبعد ذلك سيف يوسف. شوف شوف الأولى وشوف الثانية اللي حولها البرازيلي، لكن سيف يوسف يوم ما قطع الكرة وصلت إلى ناصر الشمراني. دلي الشمراني في